بالانتقال إلى الشأن اللبناني، انطلقت صباح اليوم عمليات التصويت للمغتربين اللبنانيين في الخارج لاختيار مرشحيهم في الانتخابات النيابية اللبنانية وتحديد ممثلي الشعب في مجلس النواب. يأتي ذلك قبل أيام من موعد إجراء الاقتراع داخل لبنان في 15 من الشهر الحالي. ومتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسلنا سلمان العنداري، كما ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد مهران. نتابع معك سلمان، كيف تراقب وتدير وزارة الخارجية اللبنانية هذه العملية والاقتراع الذي بدأ في عدد من مراكز الاقتراع خارج لبنان بكثافة صباحا؟ بالفعل روبير، هذه العملية مستمرة، عملية التصويت منذ ساعات الصباح الأولى. عملية التصويت مستمرة بشكل هادئ إن صح التعبير، مع بعض المخالفات البسيطة التي سجلت والتي سجلتها منظمات مختصة بمراقبة العملية الانتخابية. تقفل صناديق الاقتراع عند الساعة 11 قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حيث صندوق القاهرة والإسكندرية هم آخر الصناديق في هذه الانتخابات في مرحلتها الأولى، على أن تبدأ المرحلة الثانية من هذه الانتخابات يوم الأحد في 48 دولة، حيث يقترع أو يحق لأكثر من 193 ألف مسجل الاقتراع في هذه العملية. كما نرى سريعا على هذه الشاشة في مركز مراقبة عملية الانتخابات أو العملية الانتخابية في مختلف العواصم العربية في 10 دول، هذه العملية مستمرة. كما نرى اللبنانيون يقترعون، يشاركون بكثافة حتى الساعة، وبحسب الأرقام الرسمية وصلت وتخطت نسبة التصويت 40% في هذه الانتخابات. في هذه المرحلة هناك 30 ألف شخص يحق لهم التصويت في هذه العملية. يتوقع أن تكون نسبة التصويت أو نسبة المشاركة مرتفعة عند إقفال صناديق الاقتراع، على أن تعد الأصوات بشكل رسمي في 15 مايو، بعدما يعني يتم نقل هذه الصناديق عبر الطائرات إلى لبنان، إلى مركز وزارة الداخلية اللبنانية. كما نرى إذن هذه العملية مستمرة، لا يوجد الكثير من المخالفات في هذا اليوم. هناك تعويل على نسب التصويت، يقال هنا في لبنان بأن صوت المغتربين في هذه الانتخابات سيكون مؤشر واضح لما ستكون عليه الصورة في 15 مايو. أشير بشكل سريع أيضا إلى أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي زار وزارة الخارجية قبل قليل، كان هناك زيارات لمسؤولين أمميين كانوا يصرون على ضرورة أن تكون هذه الانتخابات نزيهة شفافة وديمقراطية وحرة، وأن يتمكن اللبنانيون من التعبير عن خياراتهم السياسية إن كان في انتخابات المغتربين أو في الانتخابات العامة التي تجرى الأسبوع المقبل في 15 مايو، بانتظار يعني نتيجة جديدة أو نسبة جديدة من نسب التصويت التي تصلنا كل نحو ساعتين في هذا الاستحقاق النيابي. أحمد، أقل من 6 ساعات أيضا لإقفال صناديق الاقتراع في العاصمة المصرية القاهرة، كيف يبدو الإقبال ونحن نتابع الصور خلفك أيضا؟ في الواقع روبير، الإقبال كثيف بشكل لافت في هذه الانتخابات منذ أن فتح مركز الاقتراع أبوابه أمام الناخبين في 7 صباحا، أي قبل أكثر من 9 ساعات. حتى الآن لم يتوقف تدفق اللبنانيين من أبناء الجالية اللبنانية إلى مقر السفارة اللبنانية في القاهرة وكذلك القنصلية اللبنانية في الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات النيابية، وهو مشهد ربما يعكس إدراكا عاما لدى جموع اللبنانيين بأهمية هذه الانتخابات وأهمية هذا الاستحقاق في ربما يعني تحقيق تطلعاتهم التي عبروا عنها اليوم من خلال اللقاءات التي أجريناها معهم نحو تحقيق الاستقرار السياسي، وأيضا يعني تحسين المستوى المعيشي وتحقيق التغيير المطلوب من شريحة واسعة من هؤلاء الناخبين الذين جاءوا للإدلاء بأصواتهم. هنا السفارة اللبنانية في القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات التنظيمية والتدابير لتسهيل عملية التصويت في هذه الانتخابات، بدءا من مساعدة الناخبين على تسجيل بيانات إلكترونيا
من أجل الإداء بأصواتهم وكذلك إعداد الكشوف النهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت، وهو يتجاوز عددهم 700 ناخب يتوزعون بين القاهرة والإسكندرية. كل ناخب يقوم بالإدلاء بصوته في مركز الاقتراع داخل السفارة، وانتخاب قائمة واحدة من بين القوائم المترشحة في هذه الانتخابات مع إعطاء صوت تفضيلي لأحد المرشحين في هذه القائمة. هذا الصوت التفضيلي يتم الاحتكام إليه لترجيح كفة قائمة على أخرى وفقا يعني إجراء حسابي نص عليه قانون الانتخابات اللبناني. بشكل عام هناك كما ذكرنا إقبال لافت من اللبنانيين على الإدلاء بأصواتهم. بعد أقل من 6 ساعات سيتم إغلاق أبواب الاقتراع في هذه الانتخابات ليتم إرسال هذه الأصوات إلى لبنان جوا صباح الغد من أجل فرز هذه الأصوات وضم هذه النتائج إلى بالطبع النتائج النهائية بعد انتهاء الجولة الثانية من انتخابات اللبنانيين بالخارج، ثم إجراء الانتخابات في الداخل في 15 من الشهر الجاري. مباشرة من القاهرة الزميل أحمد مهران، ومن بيروت من مبنى وزارة الخارجية والمغتربين مركز مراقبة انتخابات الخارج الزميل سلمان العنداري.